بلادي 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 لك حبي وفؤادي، حفظ الله مصر شعبا وقيادة. كل التوفيق إن شاء الله للفريقين النهاردة في مباراة اليوم، عناق بين معز البطاوي وبين الكابتن وليد صلاح الدين، الاثنين مديرين الكورة في سيراميكا كليوباترا ونادي زد اف سي. مشاهدينا الأحباء، مجددا تقبلوا تحياتي المعلق الرياضي هيثم هيبة، وأسعد بصحبة حضراتكم في هذا الماراثون الكروي الأمطار الأخيرة ومشهد الختام، مشهد الوداع لهذه النسخة من بطولة دوري نايل. أدي الاثنين الكباتن انتونيو ومحمد سمير، تبادل بقى يعني الاعلام ومع طاقم التحكيم واجراء القرعه قبل بدايه هذا اللقاء. استاد القاهره الدولي الذي يحتضن هذه المواجهه، مشهد الختام، المتر الاخير في ماراثون الدوري العام، ايضا بيقام في نفس التوقيت مباراه مهمه بين زعيم الصغر الاتي الاتحاد السكندري وايضا النادي المصري البورسعيدي. محمد سلامه حكم ساحه، مساعد اول موجود عزازي، ومحمد مجد سمان مساعد ثاني، حكم رابع محمد الغازي، هشام القاضي النهارده في كابينه الفار، ويعاونه الكابتن احمد صلاح. ونبدا مشاهدينا الاحباء ان شاء الله بتشكيل الفريقين. وجود النهارده في تشكيل زد اف سي في حراسه المرمى عمرو حسام، خط الظهر عبد الله مجدي، اسلام عبد الله، محمد سمير، محمد رضا، وسط الملعب النهارده موجود زكي وعثمان ورأفت خليل وحازم محمد ومروان محمود، وفي الهجوم النيجيري، القطار النيجيري الذي ابدا لا يتوقف، رشيد احمد النهارده، رشيد احمد. بينما تشكيل كابتن ايمن الرمادي ونادي سيراميكا كليوباترا اللي لا يدفع في حراسة المرمى بإسلام ريشة، وجه جديد، أربعة في خط الظهر من اليمين للشمال، توني سعد الدين سمير ومحمد سامي ويوسف بعرور، وثلاثة موجودين على دائرة وسط الملعب، فيفور أكيم ومحمد عادل وحسين حسني، ومثلث هجومي قاعدته صامو الأماضي وأحمد القرموطي صاحب القميص 25 اللاعب المميز صاحب القدم اليسرى المميزة، وفي الهجوم كريم أديمولا صاحب القميص رقم 44. حوار فني وحوار شيق إن شاء الله يكون في أرض الملعب، بينما حوار على الخطوط بين اللي كان أمام حضراتكم في الكادر وفي الصورة الكابتن أيمن الرمادي صاحب التتويج هذا الموسم ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، فوز على طلائع الجيش والفوز للمرة الثانية على التوالي، كان فاز الموسم الماضي على حساب المصري البورسعيدي، وهذا الموسم توج باللقب لمرة ثانية على حساب طلائع الجيش. بطولة كأس الرابطة في عيد ميلادها الثالث احتفلت بسيراميكا كليوباترا ودقيقة زمن. صمت على النادي الكابتن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق، تقبل الله الرحمه. انتهت دقيقه الصمت خالص العزاء لاسره المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الاهلي في وفاة نجلو حسن اللي كان وفاته المنية، خالص العزاء والصبر والسلوان ان شاء الله لاسرته ولمحبيه ولجماهير كرة القدم المصرية. مشاهدينا الاحباء في كل مكان من مشاهدي اون تايم سبورتس، خلاص لحظات ونبدأ مع حضراتكم مشهد الختام في بطولة دوري نايل هذا الموسم، سيراميكا أمام زد اف سي، 11 لاعب أمام 11 لاعب، ومن بينهم حكم اللقاء الكابتن محمد سلامة ميدو اللي بيظبط أموره بدأ يبص في ساعته، وننتظر صفرة البداية. خلاص الكابتن سلامة ميدو، بسم الله وعلى بركة الله. أيها الأفاضل من مشاهدي شاشتكم الحبيبة أون تايم سبورتس، ينطلق اللقاء بصفرة الكابتن محمد سلامة ميدو. أدي سيراميكا كليوباترا هيكون إلى الجانب الأيسر بالقميص الوردي الشورت والشرابات السوداء الى الجانب الايسر لمن يشاهدنا، بينما بالاخضر وبالابيض هيكون عناصر زد اف سي الى الجانب الايمن من الشاشه. نعيد على حضراتكم التشكيل مره ثانيه، زد اف سي، ادي مره ثانيه تحضير لسيراميكا قرموطي، حريف مهاري، ادي يا ولد يدخل عمق الملعب يستنى يقف يبحث عن زميل، ادي خد وهات جوه المنطقه، فرصه وخطوره يا ولد يا قرموطي، ويا سلام يا سلام عمرو حسام، احلى احلى من الحارس عمرو حسام اللي كلاكيت ثالث مره يتالق، وادي سامو الاماضي اللي بيحاول يلعب عرضيه من الجانب الايسر لكن انضغط عليه بشكل مميز، لكن بص شوف هات يا مخرج مره ثانيه لقطه احمد قرموطي، خد وهات جوه منطقه الجزاء، عنده رشاقه ومرونه، لعب الكرة وراح وفضل نفسه المساحة ولعب واحدة ارتو، لكن التألق الكبير من الحارس عمرو حسام حتى الآن يحافظ على الكلين شيت. لكن يا قرموطي عثمان سلام، الكرة الأمامية بلونة المرة دي لكن سهلة، محمد سامي يشتب برأسية في فور أكيم يحاول تمريرة، لكن يا سلام عودة وارتداد المرة دي
من مروان محمود. ادي مروان استلام او ده والله حازم محمد بالقدم اليسرى لمروان. ادي مروان اهو اللي في اللقطه امام حضراتكم لحازم مره ثانيه. يا ولد يا ولد ناحيه الشمال لحازم انطلاقه لزد اف سي عدى بالمهاره كالو كلفته لعب عرضيه عاليه فوق اوبا جول اوبا جول هدف اول. يا سلام يا سلام رشيد احمد المره دي يعمل الجامب ويركب الكل براسيه مميزه في منتصف المرمى ويسجل في مرمى اسلام ريشه وهات من المرمى يا ريشه. لكن ايه استلام رائع البناء والتوجيه كان من عند الموهوب حازم محمد اللي لعب تمريره ناحيه الشمال. استلام استلام بقى المره دي احمد زكي اللي عدى بمهاره كبيره ولف عرضيه بالمزوره منتهى الخطوره براسيه مميزه من رشيد احمد يسجل. وادي الفرحه ادي الفرحه والابتسامه على وجه الكابتن مجدي عبد العاطي. اذا المقدمه خضراء بالراس السمراء لرشيد احمد مشاهدينا الكرام في الدقيقه 23. لكن بص شوف ادي الحكايه شوف يا سلام يا زكي عدى بمهاره كبيره المرة دي من يوسف بعرور ويلف عرضية على القائم الثاني. شوف شوف الارتقاء شوف ريفلكس شوف الجنب من رشيد احمد بقى المرة دي يسجل في مرمى اسلام ريشة عشان يكون الهدف الاول لزد اف سي. المقدمة خضراء. كل عام وحضراتكم بخير وان شاء الله ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم. لكن نشوف بعد العودة فرصة للتاني رشيد عدى يا ولد يا ولد يا ولد ايه قرار بينالتي ركل الجزاء رشيد احمد يعدي ويمر والمرة دي اسلام ريشة بقى يعمل التراي ومعاها يعمل عرقلة مع رشيد احمد والكابتن الكابتن محمد سلامة اللي على طول قريب من اللعبة ويروح يصفر باحتساب وجود ركلة جزاء. يدوب العودة من الكولينج بريك. هجمة سريعة لكن ادي الكورة ادي الكورة وادي المحاولة وادي الضغط وادي الخروج من اسلام ريشة ادي الخروج من اسلام ادي الاعادة يا ترى لمس رشيد رشيد اقدام وجود في اسلام ريشة في كتفه تحديدا. لكن نشوف القرار يبقى للكابتن محمد سلامة. ادي يعني اسلام ريشة بيقول له والله ما لمسته. قال له خلاص اهدى هراجع الفار. النهارده بقى بيتواجد في كابينه الفار كابتن هشام القاضي والكابتن احمد صلاح. لكن النهارده رشيد نشيط وقوي وعنده الرشاقه والمهاره عدى ومر بكل جداره. وادي ادي يعني الاعاقه هل يحتسبها الكابتن محمد سلامه ميدو. ما زال الحديث بيطالب الكل بالابتعاد لكن نشوف هل محمد سمير هو اللي ينفذ البنالتي سمير يطالب اللاعبين بالخروج وهل أمن قراره الكابتن محمد سلامة. يطالب الكابتن سلامة الكل بالخروج بره منطقة الجزاء. يا ترى ريشة يتألق ولا سمير الأخصائي. فرصة للهدف الثاني وصلنا للدقيقة 38 ياخد الإذن محمد سمير. أدي الصفرة من الكابتن سلامة. تركيز يدخل سمير ولا ريشة يدخل سمير أوبا يا هدوءك يا قلبك يا معلم محمد سمير بكل جمال وبكل ثقة المرة دي يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء. يطوح اسلام ريشة ناحية الشمال ويحطها بمعلمة على يمينه عشان يسجل الهدف الثاني لزد اف سي ويزيد الغله التهديفيه. سجلت شكر لله من الكابيتانو محمد سمير. ادي التركيز وادي قيمه اللعيب الكبير خبرات وادي الاعاده. يا قلبك يا سمير بكل معلمه يا ولد يا محمد يا سمير يسجل الهدف الثاني وزد اف سي يزيد الغله التهديفيه ويزيد الاوجاع في شباك سيراميكا كليوباترا. ادي اسلام ريشه اللي حاول واللي كان تسبب في ركله الجزاء. اصبحت النتيجه 2-0 مشاهدينا الكرام. ادي الاعتراض من الدكة الفنية لسيراميكا كليوباترا. الأمطار الأخيرة في شوط المباراة الأول. تحضير يوسف بعرور لنفسه لكن مسافة كبيرة. يوسف بعرور لأرموطي. النهارده زكي عامل جيم كبير لكن واحدة تشيب منتهى الخطورة لكن في راية النهارده في راية و يمكن للمرة رقم 5 بيقع لاعبي سيراميكا كليوباترا في مصيادة التسلل. او ده والله عاد الكابتن سلامة للخطأ لأرموطي. ركلة حرة مباشرة تتلعب سريعة
لكن المخرج بيعيد الكرة وبيعيد الخطأ بعد دفعة كانت من زكي. وادي الإعادة، لكن ما شفناش الإعادة، ما شفناش الإعادة. شوف إيه القرار كابتن سلامة، نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. شاهدينا الأحباء 2-0، رشيد أحمد، محمد سمير من علامة الجزاء. وادي الفاول اللي اتلعب بسرعة ناحية اليمين لأرموطي، ادي أرموطي عدى يا ولد يا ولد من رأفت خليل بمهارة كبيرة، حاول يلف العرضية لكن طول التجاوز خط المرمى. ادي الإعادة، ادي الإعادة، عدى بمهارة، حاول رأفت خليل في المرة الأولى والمرة الثانية، هل بقى يعني يكون فيها قرار؟ وده ركلة جزاء، ده ركلة جزاء، ده ركلة جزاء احتسب الكابتن سلامة ان كان فيها تدخل وتهور في اللقطة الاخيرة من رأفت خليل. ركلة جزاء، بقول لحضراتكم كلها سيناريوهات وكلها توقعات، وفي فرصة امام سيراميكا كليوباترا لتقليص الفارق. هل بقى أرموطي ولا سعد الدين سمير ولا مين اللي ينافق؟ والله توني والله مميز، ولا توني والله مميز، نشوف. لكن لسه القرار ومراجعة الفار. ادي الاعادة، وفي الاعادة افادة، عدى من ناحية اليمين أرموطي، هل بقى كان فيها لمسة يد ولا ايه؟ يبدو انه الكلام على لمسة يد في الذراع الايمن لرأفت خليل، لكن نشوف. مازال الحوار مع غرفة الفار، المشهد يتكرر مثل ما كان في ركلة جزاء زد اف سي اللي كان سجلها بنجاح محمد سمير، لكن بيقول له يا عمرو يا حسام ارجع لمرماك. مازال النقاش والحوار ممتد مع كابينة الفار، بيطالب الكل بالخروج بره منطقة الجزاء. تركها توني المرة دي لسعد الدين سمير عشان يبقى مدافع هو اللي هيتصدى وهيسدد ركلة الجزاء. هل ينجح سعد الدين سمير؟ الخبرات، سعد، 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 يحيى سعد، سعد الدين سمير يسجل الهدف الاول لسيراميكا كليوباترا بقى المرة دي على يمين عمرو حسام، رغم انه حاول انه يروح لها لكن بقوة ركنها، ركنها بقوة فيها سرعة بعامل الخبرات بقى. وبالفعل مشاهدينا الاحباء تأتي صافرة بداية احداث شوط المباراة الثاني، زد اف سي بالاخضر والابيض على شمال اللي بيكون قاعد في مقصورة استاد القاهرة، على شمال من يشاهدنا ايضا بالقميص الوردي والشورت الاسمر لاعبي نادي سيراميكا. ودي اول لمسة لياسر ريان بعد دخوله، محاولة ومحاولة وفرصة أرموطي، اوبا يا سلام يا رضا، يا سلام يا رضا، انفراد، لكن نشوف ايه القرار. لكن نشوف محمد رضا يرتدي بقى المرة دي قفاز الاجادة عن عمرو حسام، بقى يعمل سبرنت برشاقة كبيرة وبمرونة، ومحمد رضا الظهير اليمين لزد اف سي اللي يشيل كرة من على خط المرمى، يقوم بدور السنتر باك وبدور حارس المرمى. لكن شوف الرأسية من بيكهام اللاعب البديل لاحمد ياسر ريان، ليلة البدلاء ولقطة البدلاء، محاولة كان في تاكلنج من سمير، لكن أرموطي الكرة تحبه يلعب واحدة تشيب من فوق الحارس عمرو حسام، لكن من على خط المرمى. انقاذ، انقاذ الموسم وانقاذ الاسبوع. ادي الاعادة، ادي الاعادة، ادي الخطورة، وارموطي يا راجل، يا راجل يا ارموطي، كانت محتاجة قوة، كانت محتاجة قوة، لكن يبدو ان كان في الكرة راية. نلعب في الدقيقة الثانية ركنية وعرضية، جول 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 النيران الصديقة المرة دي تصيب المرمى، واحمد ياسر ريان يحتفل، احمد ياسر ريان يحتفل بقى في تاني لمساته بعد دخوله في الشوط التاني عشان يسجل هدف التعادل 2-2. يا سلام يا سلام على الإثارة، مش قلت لكم هتولع، مش قلت لكم هتسخن، واحمد ياسر ريان يكتب، يكتب بقى ويدون هدف التعادل. مشاهدينا الأحباء، يا سلام ياسر ريان يشير برأسه، يبدو ان هو اللي سجل، ادي العرض، يا سلام، هو هو، ليست النيران الصديقة بل هو أحمد ياسر ريان اللي يصيب مرمى عمرو حسام، وهات من الشبك يا حسام. يا سلام، ارتقاء وسط الزحمة، بص بص القوة، بص القوة، ولقطة وفاول من مكان جيد، وثلاثة في الحائط البشري. نشوف سيراميكا، شوف سيراميكا واحمد ياسر ريان، هل تتلعب مباشرة؟ يدخل ريان، ريان، هذه تسديدة لكن تخبط في حائط الصد والحائط البشري، كرة تعلى مرة تانية يا ولد بالمهارة، ريان فرصة، خطر، اوبا، منتهى الخطورة، احمد رمضان بيكهام اللي كان مكمل، لكن تدخل قوي وعنيف مع احمد، مع عمرو حسام، مع عمرو حسام، يعني تاكلينج طرف الهواء احمد رمضان بيكهام، بطاقة صفراء اولى لسيراميكا كليوباترا وثالثة في هذا اللقاء، تدخل قوي، سلامات، سلامات لعمرو حسام، اعتذار الحقيقة. وادي اللقطة من هذه النسخة وهذا الموسم الكروي اللي توج بيه النادي الاهلي،
لتوج به النادي الأهلي، وحصد درع جديد ليضمه إلى قائمة الألقاب والدروع في الجزيرة، يستقر اللقب مع النسر الأهلاوي. وبالفعل مشاهدينا الكرام هنا تأتي صافرة النهاية بصافرة الكابتن محمد سلامة ميدو عشان يعلن عن تعادل عادل بين سيراميكا كليوباترا وزد اف سي. البداية كانت مع النيجيري رشيد أحمد ثم محمد سمير هدف تاني، سعد الدين سمير في الدقيقة 5+45 مسك الختام كان برأسية من أحمد ياسر ريان. إذن شاهدينا الأحباء زد اف سي يرتفع رصيده إلى 51 نقطة ويبقى في المركز السابع، بينما سيراميكا كليوباترا يبقى في المركز الثامن ويرفع رصيده إلى 46 نقطة. شاهدينا الأعزاء، شاهدي اون تايم سبورتس، قبلوا تحياتي هيثم هيبة في مشهد الختام ومشهد الوداع عشان نقفل الموسم برباعية وفي أمسية كروية كبيرة على استاد ناصر القديم استاد القاهرة الدولي. تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى إن شاء الله في لقاءات عبر شاشتكم الحبيبة اون تايم سبورتس.